المنتخبين اللي تجمعهم العديد من القواسم المشتركة ويلتقون في هذه المباراة، تحدي قوي آخر ليأخذرنا من أجل الاستعداد لكأس آسيا في يناير. عاش الملك للعلم والوطن، تحدي القاري من أجل لقبهم الرابع. مباراة مهمة بين فريقين لهم مكانتهم في القارة الآسيوية والأفريقية. المنتخب السعودي الباحث عن الفوز الأول منذ فرحة الظهر في بداية هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي محدثكم أحمد خالد النفيسة. هنا الأخضرين، الأخضر من آسيا المنتخب السعودي، والأخضر من أفريقيا المنتخب النيجيري. لذلك لديه حافز للتهديف كبير. أوسيمين عنده 20 هدف يسجل يعادل أوكوبو ويصبح ثالث هدافين تاريخيين للمنتخب النيجيري، لكن يمثلون البلد الأصل. الكرة تأتي الآن في الجهة اليسرى، محاولة كيماو تلعب الكرة، إبعاد من فيصل غامدي، تأتي الآن تسديدة أيوبي والكرة إلى ركلة ركنية. أيوبي اللي معنا في الصورة اللي برز مع أرسنال بالطرف اليسار، ينفذ الكرة عالية مو بعد متابعة العويس، الكرة لازالت والكرة إلى ركلة تسرى. إنياميتشي يمر في الكرة، الآن انطلاقة للمنتخب النيجيري، عرضية تعدي والعويس يبعدها بشكل جيد، تعود تشوكويزي في كرة حيد المنتخب النيجيري مع بيسير. هنا كرة ملعوبة تأتي بإبعاد البلاهي، تصل للحق. هنا كرة في الجهة اليسرى ملعوبة، أوسيمين الخطير الهداف العويس يتدخل بشكل جيد، تأتي الكرة للحمدان، الكرة يسرى مهاري، لعب الكرة لينديدي، وصلت للكرة خطيرة، يحاول لكن انقضاض جميل من ناصر، والكرة أيضا فيها تسلل. الدوسري اللاعب اللي اليوم فرحنا بخبر ترش، لعب كرة جميلة في اليسار لنيجيري، الآن فرصة، أوسيمين وصلت للكرة في مكان خطير والكرة تعدي. الهداف النيجيري الخطير بطل الدوري الإيطالي مع نابولي كان في فرصة مهمة في اللقطة الماضية. بيسيرو يتابع، وهذه العرض وفرت المهاجمين عديدة لدى اللاعبين النيجيريين بالتأسيس الأوروبي خاصة. هذه كرة الأخضر والخروج بالضغط، لكن خطأ لبونيفاس، يسيطر على الكرة ويسدد. العمري قاتل من أمام أوسيمين، لكن أوسيمين خطير، أوسيمين يهيئ والكرة الثانية مع إيبوهي ظهير اليمن، ينطلق الآن إيبوهي، يبي سرعة الآن إيبوهي، مرر كرة مع عبد الله الخيبري بأداء جيد، والكرة كومبوكتي من أمام الثنائي الآن أوسيمين من أمام فيصل، افتكاك جميل من فيصل، هذه كرة عرضية إنياميشي، ولكن العويسي يسيطر على الكرة. لوكمان راح ينفذ الكرة الثابتة الآن عالية وبعيدة، لكن متابعة تأتي من إيبوهي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. وصلت الخطير، وصلت لأوسيمين هي قادم من الخلف تسديدها، وكرة لوكمان إلى خارج أرضية الملعب. جميل أن حتى لمستهم الأخيرة غير جيدة. يسار الآن مع عرضية إنياميشي، أوسيمين والعويس والكرة، تشوكويزي يسدد لكنها بعيدة. هو اللاعب الأفريقي والنيجيري خاصة بهذه الصفة، تلقى عنده كل شيء، مهارة، بنية جسمانية قوية، تحركات. المنظوم حديثا، مفاجأة نادي الأخدود عيد المولد والعديد من الأسماء الشابة، والكرة فيها ركلة ناصر، الآن يلعب الكرة على القائم الأول، إبعاد من بونيفاس لمرتدة، يلعبونها بشكل سريع، الآن يبحثون عن المساحات، الكرة ملعوبة وبإذن الله أخضرنا يكون بمستوى التطلعات القادم. الآن الحمدان في محاولة، يضغط الحمدان اللي تحول كمهاجم، يلعب الحمدان، حمدان تمرير ممتاز يا فهد المولد، لمسة يا فهد، ولكن الكرة ما وصلت بلمسة. تمرير الآن خطيرة لوكمان وأوسيمين فاتح، خطيرة هذه كرة خطيرة، والكرة تعدي. الحمد لله أنهم ضيعوا كل الكرات السهلة.
في هذه الانطلاقة نلعب على ساحة الحكم. الفرصة بانقضاض تومبوكتي والكرة إلى تحياتي محدثكم أحمد خالد النفيسة، ألقاكم إذا إن شاء الله في الشوط الثاني، والكلمة مع زميلي بندر. شكرا لك زميلي بندر الشهري، وشكرا للكباتن الكرام. إذا الأخضر كما ذكرت انتظرت كثيرا اللحظات ما بين الشوطين لأن نرى تغييرات ميلان وسالم لاعب نادي الهلال. تلعب الكرة الآن، موجودة الآن محاولة من بونيفاس والكرة إلى خارجية اللي استلم الكرة الآن، يمر بشكل جيد بقدمه اليسرى، عاد بشكل سريع حول كرة الطول على الحمدان لكن يعود من أمام إنياميتشي الحمدان، الحمدان لعب كرة عرضية والإبعاد يأتي. والله قادرين 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 نسجل. ظهير بوافيشتا يلعب لي لوكمان، يتعثر لوكمان للمهاجمين في نيجيريا. حمدان هنا تدخل عليه وخطأ لصالحه من أمام اللاعب باسي اللي أمامنا هنا، وخطأ للأخ. كرة ثابتة الآن، سلمان يلعب الكرة الآن، متجه باتجاه المرمى، الله جول! وينك عني من زمان يا سلمان، وينك عني من زمان يا سلمان. لعب الكرة لافة باتجاه المرمى ليفتتح التسجيل بعد غياب للأخضر، بعد غياب للأخضر. يا سلمان يا سلمان يا سلمان، وينك وينك عني كل ما أشوف هالمدرب. لكن كرة تعدي، لا فرصة لنيجيريا الآن للتعديل، لكن نستعد لاستبسال كما كان في 22 نوفمبر الماضي. الكرة مبعدة في محاولة، هنا كرة تأتي والعويس، العويس بحماس مرات نستعدها الآن، حاول الصمود هنا. بونيفاس يمر في هذه الكرة وتشتيت، طالع الآن فرصة ثانية، فرصة ثانية، والحمدان والمحاولة، كرة ثانية الآن، ثاني سعودي كاد أن يأتي، كاد أن يأتي لكن عدت. الله شكلها مباراتنا، شكلها مباراتنا. شوط أول ممكن اللي تابع لا يدعو للتفاؤل. موجود الآن مع باسي للطرف اليسار الآن، تقدم من 15 سيمو الخيبري يفقد الكرة هنا، ضغط عليه قوي وفرصة وتسديدة لكنها إلى خارج الريت ملعب عبد الله الخيبري. لازم تحسب حساب البنية، البنية الجسمانية المنافسة بالتأكيد. الساعي للتعديل، راح تلعب الكرة الآن من سيمون، لفة ومتجه والعويس، اللمسة لسالم، كرة ثانية كأنه وصول، أخضر 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 في لمسة ومطالبة، ولكن حكم المباراة جودوين يقول لا يوجد شيء، يستمر العمل. والله شكلها مباراة بإذن الله أنها في الجد في المباريات الرسمية. وأنا فرصة الآن نيجيريا، محاولة تهيئة والعويس، ولكن ارتقاء عالي حتى براسه، وشوف شوف شوف شوف، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. بونيفاس فيكتور بونيفاس 190 سنتيمتر الطول، كرة موجود والفار موجود، لكن هذه خطيرة خطيرة. سيمون سيمون عرض كرة، وهذا النيجيري الألماني الآن ناوي من بداية المباراة على ردة فعل، يأتي بهدف التعديل. بونيفاس لاعب بايرن ليفركوزن يأتي بالهدف، هذه ردة الفعل المتوقعة، كانوا منزعجين بتأخر بالنتيجة وحالة الفار، وبالتالي مع التغييرات والرغبة القوية هنا كرة، وفي ضرب هنا سيمون، الحالة الحالة، وين المساندة؟ كرة ثانية الآن، حمدان عمل دفاعي، تسديد الآن وهدف ثاني، تسديد الآن من إيناشو، إيناشو يسجل هدف نيجيريا الثاني بعدم تركيز. الحمدان وصل وكأن ظهير أيمن السعودية، كأنه أكثر تهيؤا. هذه يفاجئ سلمان كأنه يلعب جل مرمى، الله جول! تعديل الأخضر، تعديل الأخضر، كأنه يعدل أخضرنا، يعدل. বিভিন্ন জাবেদা বই খতিয়ানভুক্ত করা হয়, যেমন নগদ হিসাব, বিক্রয় হিসাব, মূলধন হিসাব।
ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন টি ছক প্রস্তুত করতে হয়। টি ছকে বাম পাশে ডেবিট ও ডান পাশে ক্রেডিট হয়। প্রতিটি আলাদা আলাদা টি ছক যেমন নগদান হিসাব, ব্যাংক।